خير. نبدي سلسلة جديدة من سلاسل المحاضرات اللي تعودنا عليها كل سنة، هاي الأولى في هذه السنة، وهي محاضرات تستمر كل أربعاء من هذا الصوم الكبير. الموضوع هو ما وراء العتبة، وكثيرين شوية استغربوا هذا العنوان، وراح أشرح لكم ليش اختاريت هذا العنوان. لأنه بالحقيقة من كنت طفل العتبة كانت السينما الأولى مالتي، كانت تسمح لي أمي أقعد على العتبة مال الباب إذا كنت عاقل، وأطمش على الناس رايحين جايين. ما كان أكو هذاك الوقت لا تلفزيون ولا سينما، فكان طفل يحتاج أن يطلع برا ما وراء العتبة. وكثير من الناس يحبون أن يستكشفون شكو برا. فترة الطفولة والمراهقة الطفل أو الطفلة يحبون يسمعون أخبار، أش صار ببيوت الناس، أشكو أش ماكو. لازلنا نحن هسه من نلتقي مع بعضنا أول سؤال نسأله هو شكو ماكو. وكثير من الناس يقضون وقتهم يحكون أخبار البيوت، ويقولون البيوت أسرار. ونعلم الطفل من هو صغير دير بالك لا تطلع سر البيت، وإذا عندنا خطار وتعاركنا بالبيت نقلم استروا عما واجهتم، يعني لا تطلعون سرنا، لا تطلعون سر بيتنا. فإذا يقضي الإنسان المرحلة من حياته يحاول أن يشوف شكو برا البيت، شكو برا. وهذا يمكن هو مسيرة البشرية، نقدر نعرف من تاريخ البشرية أنه عشنا عدة ملايين من السنين في أفريقيا، البشرية عاشت ما احتاجت أن تطلع خارج هذه القارة، أصلنا أفريقي كلتنا، ترى هاي ما بيها كافلام، إحنا أفارقة. وأقدم البقايا البشرية، الجماجم، القطع، هذا اختصاصي درستونه 4-5 سنين علم الأجناس البشرية، أقدم القطع البشرية اللي عندنا هي في أفريقيا. بس هذولي البشر الأفارقة فديوم قرروا أن يعبرون الحواجز اللي كانت موجودة. فنعرف أكو مكانتين خاصة عبر الإنسان، عبر العتبة، عبر البحر، عبر الحاجز إلى آسيا، إما مضيق باب المندب في اليمن أو في شبه جزيرة سيناء، هناك هي المعابر الأساسية. وهالشكل صار هجرات بشرية تدور على فتشي آخر. بس نقدر نقول أنه ما وراء العتبة هي أيضا حركة بالمقلوب. هذا يذكرني فديوم كنت في إحدى القرى المسيحية اللي هجرت من قبل داعش قبل 3 سنين. فديوم عجبني صورة منظر الناس خاصة النساء والأطفال قاعدين على العتبة. العتبة هي خلينا نقول بالقرى هي الشيخانة، هي الحانوت، هي الكافيتيريا مال هذول الناس اللي بالقرية، ماكو ما نسوان ما يروحون إلى الشيخانة، فيقعدون على العتبة وقدامهم حب بطيخ يتشرزون
وإيمال يفوت يسلمون عليه ويحكون، فيصير أخذ وعطاء، وهذا هو مكان التناقل مع الأخبار. فهذه العتبة هي إذن فتشي مهم. العتبة هي هذه القطعة من الحجر اللي ينطبق الباب خلفه. بالحقيقة عادة يعملوها حتى لا يدخل دبيب أو حشرات إلى البيت من تحته، بس اتخذت العتبة معاني أخرى في خلال التاريخ. مثلا إذا تروحون إلى معبد شيخ عادي في عين سفني، يقول لك السادن أو المسؤول عن البيت ما يصير تدوس العتبة، لازم تشطه، لازم تعبره. فأنا حاولت أدور ليش هذا الممنوع إزاء العتبة. اكتشفت أنه أكو تقاليد قديمة موروثة من ماضي سحيق بالبشرية، اعتقادات بأنه العتبة هي المكان إذا مات طفل كانوا يدفنونه تحت العتبة. ليش؟ حتى روحه تبقى بالبيت وتدخل في الطفل اللي راح يجي بعده. أنتم تعرفون أنه الوفيات مع الأطفال كانت كثيرة في الأزمنة الماضية، وكانت خطية أمهات يتأذون كثير من وفيات، تقريبا نسبتها هي 2 على 3، يعني تجيب 16 بطن ويموت له فرد 10 قبل وصول سن 5 سنين. فكان يدفنون الطفل تحت العتبة حتى روحه تدخل، وينطون اسم الطفل اللاحق باسم الطفل الميت. ولهذا يمكن هذا الممنوع أن تدوس العتبة جاي من هذه المعتقدات البعيدة اللي اختفت وما بعد نعرف عنها فرد شيء. أكو مناطق وشعوب بالشرق الأوسط أيضا عندها أمثال حول العتبة. مثلا أن المصريين يقولون القعدة على الأعتاب بتخرب البيوت. يمكن هذا المثل لأنه الناس تلتهي بالعتبة وما بعد تفوت جوا على البيت، لا تطبخ لا تغسل لا تحضر، فالبيت يبقى وسخ أو ما مرتب، فالقعدة على العتبة الأعتاب تخرب البيوت. أو لأنه هي سبب العركات بين الأطفال والمشاحنات بين الجيران، ولهذا يعتبرون القعدة على الأعتاب بتخرب البيوت. طبعا أجدادنا سكنوا في الخيم مثلا لما كانوا بدو، أيضا بباب الخيمة أكو فرد قطعة خشب هي العتبة. وكان أكو خرافات ومعتقدات بأنه العتبة هي شيء مثل شيء مقدس يطرد الأرواح الشريرة والعين الحاسدة من الجارات أو الناس اللي عندهم الشر، ولهذا كانوا يطشون ملح على العتبة حتى يطردون الشرير ويمنعون الأذى أن يدخل على البيت. لما كان نعاتب شخص بأنه ما يجي عندنا كثير نقول له يبقى سوفت العتبة مالتنا، يعني قد ما فتت وجيت سافت العتبة مالتنا. هاي أيضا مقدمة صغيري حتى يعني حتى نشوف الفكرة مع العتبة. لكن فكرة العتبة هي أيضا نشوف هي الفاصل بين الداخل والخارج. قلت إذن
قلت أن الإنسان في مرحلة من عمره بس يهج خاصة في فترة المراهقة بس يهج، مثل جلجامش، كان أخذنا جلجامش كرفيق محاضراتنا قبل سنة من جلجامش إلى داعش، تذكرون هاي السلسلة. يعني هي حقيقة قضية مراهقة، قضية جلجامش، شفنا أنه المراهق ما يريد يحيد على البيت، ومن يلتقي بصاحبة الحانة اللي هي بين العالم المثقف والعالم المغامرة، بين البحار الظلمات العميقة، أش تقول له صاحبة الحانة؟ تقول له ارجع إلى بيتك، احضن أولادك، تمتع بزوجة شبابك، وأقبل الموت. يجي، هذا هو نصيبنا، هذا هو نصيب الحياة. فإذا أنا أشوف هذه السلسلة من المحاضرات راح نحاول شوية شوية أن نشتغل على أشنو خارج وأشنو داخل، وهل يا ترى الإنسان يطيق يعيش خارج دائما، خارج الأنا ماله، خارج بيته، خارج شخصيته، خارج بلده، خارج وهل يا ترى التطورات اللي صارت بالبشرية، خاصة التطورات الروحية والمدارس الروحية، كلها تدعو إلى الدخول إلى البيت، دخول إلى الأنا؟ وراح نشوف من هذا المنطلق نفهم يسوع من يقول إذا أردت أن تصلي ادخل غرفتك واغلق بابك وصلي إلى أبيك في الخفية. إذن البيت بينو عدة معاني، البيت هو العائلة، البيت هو الاستقرار، لكن البيت هو الأنا، الأنا الآخر اللي غالبا ما نصادقه، ما نحبه، ما نعرفه، لأنه كثير مرات نستجدي من الآخرين، نستجدي منهم الموافقة، ما تمام، ما أنا ما على حق، مثلا قلت له هالشكل وسبيتونه، ما خما أنا عاين، يعني خما أنا قصرته. دائما نستجدي من الآخرين موافقة على شيء نسوينه، هذا اللي يحدث في أحاديثنا مع بعضنا البعض. لكن راح نشوف بأن تطور الجنس البشري إن كان من الناحية الروحية أو إن كان من الناحية النفسية أيضا، هي فنوع من أنه أقل مناطق الزيارة هي الداخل مالنا، الأنا مالنا. فاليوم قبل 15 سنة قابلتني فد صحفية من إذاعة الشباب أو ما أتذكر، كان عندهم برنامج اسمه الشاطئ الآخر، كان يعجبني هذا العنوان، فيسوون مقابلات مع شخصيات تطول أكثر من ساعة. وأتذكر السؤال اللي سألتني، إذا أعطيتوك فيزا، ذاك الوقت الفيزا ب400,000 كانت حتى نطلع، والعراقي كان مسكين محبوس بالعراق ما يقدر يطلع، فأكو نوع من الكآبة والاحتصار داخل البلد، كان العراق مثل سجن كبير. فإذا أعطيتوك فيزا، سألتني الصحفية، إلى أي بلد تروح؟ فجاوبتوها أروح إلى داخلي، أروح إلى أعماقي، يعني هوني ما أحتاج لا أدفع 400,000 ولا أحتاج فيزا، وكل الذين زاروا داخلهم رجعوا متونسين وفرحانين. وهذا هو بالحقيقة نقدر نختصر في هذه الكلمة تاريخ الصوفية، التصوف، الروحانية. كل الروحانيين هم ناس زاروا مناطق عميقة في داخلهم، وكل كل الثقافات والديانات اللي تركز على التأمل، التأمل أشنو؟ التأمل هو نظام اهتمام بالداخل مالنا، هضم للأشياء اللي تيجينا من الخارج. إذا هذه الرياضة، خلينا نقول هذه المحاضرات الخمسة أو الستة حسب الوقت،
بهذه الأربعاءات مال هذا الصوم، راح نحاول نشوف من كل الجوانب ما وراء العتبة. عتبة بيتي شلون أدخل وشلون ما أخاف، لأنه من كنا صغار نخاف ننزل على السرداب، نخاف من الغرفة المظلمة، نخاف من المكان المظلم، كلتنا نخاف من الغرفة المظلمة لما ماكو كهرب وإيش اسمه، نطلب من بابا وماما أن يمسكون إيدنا ويدخلونا إلى المناطق المظلمة. ولهذا أكو كثير ناس يخافون من نفسهم، من طياشاتهم، من داخلهم، من أن يبقون بوحدهم. باسكال الفيلسوف الفرنسي الكبير يقول مشكلة أغلب البشر هي أنه ما يقدرون يبقون ساعة واحدة بوحدهم مع نفسهم، يضوجون. هي مو ضوجة بس، هي عدم عشرة، عدم أو خوف أو وسواس أو هواجس تجي من اللي ما يقدر يصادق نفسه. فإحنا عايشين على نوع من التوازن في علاقاتنا، إن كنا أطفال أو كنا شباب. خاصة فترة المراهقة كثير من الشباب يحبون أن يقولون كل شيء، أن يحكون كل شيء، أن يقتسمون كل شيء بيناتهم حتى يتأكدون من، يعني مثل واحد بحاجة إلى مرأي مرآة حتى يشوف صورته يتأكد من شيء اللي يقرره أو يسوينه. أو يبقون بعض الناس حتى بعد المراهقة ما صداقة مع نفسهم، ما يعرفون نفسهم زين، أو يعرفون نفسهم في ضوء شيء يقولوا لهم أنت هكذا، أنت ما هكذا، أنت هاي، ويزعلون إذا حكوا الناس عليهم. كثير نزعل من يحكون علينا. ليش نزعل من يحكون علينا؟ إذا أنت مقتنعة أو أنت مقتنع من شيء تقوله أو تسوينه، ليش تزعل؟ معناتها أكو شيء بيك خلل، يعني قناعاتك ما هي جاية من الأنا الداخلي. فإذا ينراد لنا فعلا شوية نعبر العتبة، هالمرة بالاتجاه المعاكس، يعني بدل ما نطلع برا نجيب قناعاتنا من خلال المقارنة مع الآخرين، وأنت أحسن من فلاني، أنت أحسن من فلان، شوف أخوك ياكل أحسن منك، شوف أختك شاطرة بالمدرسة، شوف هالشكل. دائما نحن نربي الطفل على المقارنات، بس ما نكتشف أنه هذا الطفل ما يحتاج مقارنة، يحتاج أن يكتشف أعماق ذاته، الكاريزما ماله، الموهبة ماله، حتى يصير هو. مرات أكو ناس يولدون في بيت بس يطلع منهم فرد شيء فلتة، يعني ماكو أطباء بس هو يصير طبيب، ماكو فنانين هي تصير فنانة، ماكو يعني نقول بطة بقن الدجاج. مرات يكون عندنا بيضة بطة نحطها تحت جيجي كتقوقي، نحطها تحت الجيجي تفقس، فما يطلع دجاجة، يطلع بطة، لأن هي معمولة أن تكون بطة. ولهذا من يمشون الفراخ خلف الدجاجة والبطة غريزة الماي تتحرك بها، تشيد بالماي تسبح، والدجاجة الأم تتخبط عبالة راح يغرق الفرخ ماله، ما تعرف ما يعرف. فلهذا نسمينه بطة في قن الدجاج. أكو كثير عوائل مرات يطلعون أولاد غير شكل، بطة في قن الدجاج، يطلعون غير شكل. زين هذا منين يجيب هالموهبة؟ على من طلع؟ ماكو بعائلتنا. أي كان أبوي دائما يقول يا ابني إحنا ماكو بعائلتنا قصة، أنت إش جالك أنت تصير قص، أشون يصير ما كده افتهم. فكنت بطة في قن الدجاج مال عائلتنا، حالة شاذة. هذه الحالة الشاذة هي بالحقيقة بسبب
هذا الداخل بسبب شيء يحدث في داخلنا، إما التفكير أو التساؤل أو يعني العبور ما وراء العتبة الداخلية مالتنا. نقدر نقول هسه كبداية نقدر نقول أنه الإنسان ممكن يكون معرض إلى إدمانين، إما إدمان على العتبة الخارجية أو الإدمان على العتبة الداخلية. فالطفل من عمر 3 سنين يبدي يسأل، يعني بداخله يحدث كثير من التساؤل خاصة عمر 3 سنين، وهذه خوش علامة للضجون من أسئلة الأطفال خاصة اعتبارا من 3 سنين. وإحنا نعرف هسه أبونا صليوة شوفني صورة طفل كيقدس، يقلد كاهن بالبيت يقدس ويقعد أمه يقعد أخوته يناولهم، وهاي يعني أكو فرد شيء في الطفولة يعني ما نعرف بأي عمر السويتش يشق. في عمر ما إنجيل لوقا يقول لنا أنه يسوع من عمر 12 سنة شق عنده فرد شيء، فضع بالهيكل وين لقونه؟ ما لقونه يلعب طوبة ويا أطفال عمرهم 12 سنة، لا، لقونه بالهيكل يناقش الشيوخ ويسألهم ويطرح عليهم تساؤلات وهاي. فأمه ويوسف كانا متعجبين، أشنو اللي دفعوا إلى هذا أشنو اللي اشتغل عنده؟ اشتغل فد سويتش جوهري. السويتش الجوهري ما نعرف ايش وقت يبدي يشق. مرات يشق عندكم بالطفولة، مرات يشق عندكم بالشباب، مرات اكو طابوقة علينه يقبغ الإنسان ويتزوج ويجيب أولاد ويشتغل ويروح ويجي، بس أبد مو يمه الشغلة، وحتى يضحك على اللي يطرح تساؤلات، وإذا سألوا ابنه فتسؤال جوهري دسكيت أشقد لو هذا العجيب. يعني هاي كثير مرات كنت سمعتوها من الأهل اللي ما يريدون الطفل يتساءل تساؤلات جوهرية، مثل هاي القصة. فالطفل سأل أبونه بابا الله صغير له كبير شقد حجمه، شقد حجم الله؟ فكان يباوع الأب فوق شاف طيارة الطير، فسأله الابن أشقد حجم هاي الطيارة؟ فقال له بابا هاي طيارة صغيرة كثير، كلش نقطة بالسماء ما تبين، بالكاد نقدر نشوفها. فبعدين ركبوا سيارة راحوا للمطار وشاف بالمطار طيارة ويقفي هائلة، بوينغ 747 هاي الطابقين وهاي. قالوا بابا هاي طيارة ضخمة كلش ضخمة. فقالوا يا ابني الله مثل هذه الطيارة، إذا أنت بعيد عنه هو صغير، وإذا تقترب منه هو كبير. شوفوني الأب ما سكته الابن، أعطاله جواب يقدر الطفل يفهمه، بس هذا الجواب فعلا من السهل الممتنع، جواب سهل ممتنع، يعني فعلا نقدر نقول بأنه الله هو قريب أو بعيد عنا. كثير ناس، كل الناس تؤمن بالله تقريبا كل الناس، بس السؤال هو أنت على أي مسافة من الله؟ على أي مسافة؟ هل أنت خارج العتبة مال الله أم داخل العتبة مال الله؟ هل يا ترى نقدر نعبر العتبة إلى الله؟ هذا هو السؤال.
ونحن نؤمن كمسيحيين بأنه يسوع عبرنا العتبة مال الله ودخلنا في بيته. لهذا كثير أكو كلمات تشبه بيت الله، بيت الله، والكنيسة عتبة الكنيسة مهمة جدا. وهي أقول أنه كثير من المسيحيين يتصورون أنه الديانة أشني، واحد ما يتعدى على الناس وما يحكي على العالم، وأنا ما أصلي بالبيت وأقوم أعمل إشارة الصليب أو على الشغل، ما مثل كل الناس اللي يروحون للكنيسة، لشي ما أحسن مني؟ لا ما أحسن مني. هاي الأوانة اللي نسمعها من كثير من الناس اللي يتصورون بأنه القضية قضية أفكار، أو الله فكرة. الله ما فكرة، الله غير شيء، الله ما وراء العتبة. وانت ايضا ما وراء العتبة بكثير اشياء، بكثير اشياء نعيشها هي اما قدام العتبة او ما وراء العتبة. يمكن تعرف معارف كثيرة، بس هاي المعارف يمكن هي ما امام العتبة او خارج العتبة. يعني اكو كثير ناس قد يكون مثقف بس ثقافته هي سطحية أو ظاهرية أو خارجية. على كل هاي هذه هذا هو البعد اللي الأشسمة. ولهذا نشوف كثير من الناس من كثرة ما يعيشون خارج البيت أو خارج العتبة يصير عندهم ظاهرة قلقامش، يعني يصيرون كآبة. أشنو السبب أنه كثير من الشباب عندهم كآبة؟ أكو كثير من الناس عندهم كآبة لأنه ما كندخلوا داخلهم. أشنو الاهتداء؟ الاهتداء هو أنه أدخل جوا. كثير من الناس عندهم كآبة ومن تجي تقول له ليش عندك كآبة؟ ما سوتي سوت هاي اللي الله حطها بطريقي، مرته أو زوجها أو شو اسمه. لا تلومون أحد، ترى مو الآخرين سبب تعاستنا ولا رفاقنا ولا جماعتنا ولا أهل كركوك ولا العايشين معانا، أبدا أبدا. المشكلة هي أنت وين عايش، خارج العتبة لو ما وراء العتبة. هاي القصة. يعني أنا قد أشخص أسباب عدم الارتياح عند بعض الناس. عدم الارتياح هذا هو ضوجة، حكيته كثير مرات عن الضجر. الضجر عند اكو عند ناس مدمنين على الضجر. الضوجة طعم ثمه ما طيب، ما يعرف شلون يتسلى، ما يعرف. واكو اهل خاصة شفتوا بالخارج جماعتنا، يعني هم مغمم بس ابنهم او بنتهم لا يضوجون، فينبطحون يفتحون اربع ويلات قدام الولد والبنت بس حتى لا يضوج. خلي يضوج. بينما أكو أطفال من طبيعتهم أبد ما يضوجون. ليش هاي الضوجة هي مسألة جوهرية عند بعض الناس؟ إحنا تاريخ البشرية مبني بالحقيقة لهسه العلماء ما كي يعرفون ليش صنفنا جنسنا البشري سيطر على الكرة الأرضية كلها. يعني أكو كائنات حيوانات حشرات تعيش في منطقة معينة ما تعيش في منطقة معينة. إحنا الجنس مالنا لا عدنا فرو، لا عدنا مخالب، لا عدنا سرعة، لا عدنا حواس قوية. الكلب أحسن من عدنا، النسر أحسن من عدنا، الحشرات أحسن من عدنا في تكيفة مع الواقع والأرض. إحنا صنفنا البشري صنف ضعيف، يعني يولد الطفل ينراد له 15 سنة حتى يقدر يعتمد على نفسه. بينما أكو حيوانات أول ما يطلع يلقط، الكتكوت مع الدجاجة يطلع من البيضة يلقط ويقدر يدبر حاله يعيش. أكو أسماك تعيش. أكو شنو سر الإنسان اللي هو أضعف الكائنات قدر يسيطر على الكرة الأرضية ويغطيها من 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 القطب الشمالي؟ بس أنا أقول لكم القارة القطبية الجنوبية ما بيها بشر، ولو هسه سيطرنا عليها وبنينا بيها محطات وهاي، بس يعني ما بيها بشر.
بس دائما كان اكو بشر في كل القارات، مناطق الباردة والحارة والصحاري والغابات. شنو السر؟ وشنو السر انه هذول البشر، هذول البشر قدروا لا على شكل افراد ولكن على شكل جماعات. هذا فد موضوع راح اجي علينا عده مرات لانه كلش مهم ان نفهمه. يعني صحيح اكو حيوانات جماعيه وحشرات جماعيه، النحل والنمل والأرض حشرات جماعيه. اذا النحله باتت ليلي خارج الخليه تموت، اذا الأرض طلعت ببيتكم وفصلتما كل الأرض الموجودة خارج الخلية يعني ممر الخلية تموت، بس عملوا هكذا على الطريق مالهم إيه الشكل، كل اللي موجودين بهذا الجناح يموت ما تقدر ترجع. نفس الشيء النملة إذا طلعت بعيد وانفصلت عن خليتها ما تقدر ترجع. كذلك حيوانات أخرى، الذئاب، الذئاب حيوانات جماعية يصيدون سوا، الأسود يصيدون سوا، حتى البزازين جماعية. لولا البزوني والكلب بهم هل غريزة الجماعية ما كنا نعيش ألفة مع الكلاب والبزازين. ما نقدر يعني ما كل الحيوانات، التاريخ العلاقة البشرية مع بعض الحيوانات الأليفة يعتمد على كون هذه الحيوانات عندها غريزة جماعية. القرود عندها غريزة جماعية، الفيلة حتى يقال أن الفيلة من واحد منهم يموت يبكون، أو الأم من تشوف اب يعني مات طفلة تقف أيام على جثته وتحاول تقومه، يعني يشعرون أكو فد شعور. يعني إحنا لازلنا في لغة الحيوانات لازلنا كثير متأخرين، يعني ما نعرف لغة الحيوانات. كل حيوان عنده لغة، العلماء مع الحيوان قربونا كثير من هاي الحيوانات. أكو قناة اسمها ناشونال جيوغرافي كلش بديعة لأن تنطينا معارف عن الحيوانات، عن التضامن. أكو حيوان كلش رائع يعيش بالقطب الجنوبي في درجات حرارة -70 -50، ولولا تضامنهم ما يعيشون. الطائر البطريق، ما الفقمة، البطريق هذا الطائر اللي 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 بقي كانت قارة وبيغابات قبل ملايين السنين، بس هذول انفصلوا ما قدروا يعبرون، فالتضامن مالهم عيشهم. بالغابات التضامن مال القرود خاصة الشمبانزي خلاهم يعيشون. بالبحر الحوت الأزرق من تجيب الأنثى فرخ الحوت سمك القرش يريد يأكله، منو يحمينه؟ الإناث يسبحون حول الأمي على ما تجيب ويحمونه للبيبي ماله، يحمونه. فإذا أكو تضامن رائع بين الحيوانات، بس هذا التضامن هسه اكتشفنا يختلف تضامن قبيلة أو تضامن أكبر من قبيلة. لمن البشر كانوا على شكل قبائل سهلي، عائلة الجد والأب والأم والأولاد، وهذا الترتيب اللي صار بالقبائل البشرية هذا كلش قديم، بحيث كل ما كانت القبيلة قديمة في أفريقيا أو في آسيا أو في أستراليا، قاموا بعض العلماء بدراسة العلاقات الزواجية في قبائل البشر، درسوها من الإسكيمو
من سكان القطب الشمالي إلى البدو إلى غابات أفريقيا، اكتشفوا بأن الإنسانية لولا ترتيب الزواج، وهذا الترتيب معقد، في أفريقيا ممنوع الزواج ببنت العم، ممنوع الزواج ببنت قبيلتي، ليش؟ ما نعرف. لازم يمشي الشاب 20 كيلومتر، وما وراء العتبة ما 20 كيلومتر يلقي له زوجة. فهذا النظام القديم جدا علامة على أن الإنسان اكتشف فرد شيء أكثر من غريزة. هذا التضامن خلق المجتمعات البشرية، كبرت المجتمعات البشرية، عبرت حدود القبيلة، حتى لو كانت القبيلة خلينا نقول مثلا قبيلة رعاة يعيشون على المنتوج الرعوي، ونعرف أن البشرية لمدة طويلة كثير من تاريخها كانوا يعيشون على الجني، يعني ماكو استقرار، كان يقطفون ويعرفون ايش ياكلون. هذولي نسميهم الصيادين الجنات، صيادين جنات يجنون، يعني مثلا يحفر الارض يطلع درانات، يعرف هاي يات النكل هاي مات النكل. المجتمعات البشريه تعلمت واحد من الاخ وسافرت، يا ربي ايش قد الانسان كان يسافر بشكل، لانه ماكو استقرار، ما يعيش في فد مكان. المجتمعات المستقره هسه هي صار لها بس 14,000 سنه، قبل 14,000 سنه المجتمعات كانت ما مستقره، يروحون، ولهذا غطوا العالم، يعني يقال أنه طلعوا قبل 120-130,000 سنة من أفريقيا. هذا الجنس مالنا، إحنا كلتنا جنس واحد الموجود حاليا بالعالم، حتى لو كان جلدنا أسود أو أصفر أو أبيض، إحنا فصيلة وحدي اسمها الإنسان العاقل. هذا الإنسان العاقل اللي غطى الكرة الأرضية وسافر في كل مكان، هذا عنده فت خصوصية راح أقلكم، هي نسميها الأسطورة، يحكي قصص، يعني يحكي، ما بس يحكي لغة، الإنسان القديم عنده لغة، يحكي لغة ويحكي قصص. هذه القصص رافقت اكتشاف النار، اشقى طيبي بالشتي، احنا قبل ما كان اكو لا تلفزيون ولا سينما، ايش كان عندنا؟ كان عندنا المنقل، نذبين وشبلوب ونقعد، واحد من العشيرة من القرايب هذا حكواتي. طبعا الحكواتية هي اهم شخصية بالمجتمعات القديمة، الحكواتي يعرف أساطير، يعرف قصص، ويتناقلون القصص أبا عن جد أو أما عن بنت، يحكون قصص. وهذه القصص أنا درستوها وأخذت بها ماجستير، ليش؟ لأني أعتبرها خارج عن الكتابة هي أهم شيء عندنا، الحكايات والقصص والأحداث، وينفخوها والحبة تصير كبة، يعني ينفخوها ويكبروها. هذه علماء الإنسان يسموها اليوم الغراء الأسطوري أو اللاصق الأسطوري، غري، ماكو غري مال الخشب اللي يمسك الخشب، هذه يسموها الغراء الأسطوري، يعني
هذه هي اللي كونت البشرية. وليها السر، ليها السر. شيء نسمعه وشيء نشوفه وشيء الثقافات والحضارات، وين ما نروح أكو كم كبير بين البشر. السمنت اللي يشد الناس إلى بعضها هو أسطوري، حتى لو كانت هاي الأسطورة هي دولة، قانون، دستور، ديانة، ثقافة، أعراف، تقاليد، عادات، يصير ما يصير، ممنوع مسموح، أشكوا بهالدني وأشكوا بذيك الدني، كل هذا يسمونه الغراء الأسطوري أو اللاصق الأسطوري. مهم جدا. وانتم ولدتم في مجتمع، المجتمع علمكم هذه الأشياء، تعلمتمها وتعودتم عليها، وهي ما يصير وما كنا سمعنا وأشيون، مثل ذيك القصة مال هذا القس بألمانيا، عنده بيعة وبيع حائط أبيض، فطلب من فرد فنان أن يسوي له فد لوحة، لوحة دينية، فالفنان رسم اللوحة وسوى يسوع ومريم وملائكة، ولبس الملائكة قنادر، لبسهم أحذية. فجاء القس باوع عليه، قال له الفنان بشرفك أنت وين كنت شفت ملائكة لبسي أحذية؟ قال له بشرفك وين كنت شفت ملائكة بدون أحذية؟ إيه؟ يعني ما كنت شفنا ملائكة نحن لا بأحذية ولا بدون أحذية. فإذا هذا لاصق أسطوري، يعني تخيلات أنه الملاك لازم يكون الشكل عنده جناح ويكون مطبطب، شو اسمه، طفل مثل طفل مطبطب، وهاي حودنا عليها. بس إذا رسمنا فالملاك غير شكل، رأس الناس تقول هذا ما ملاك. ليش؟ لأن تعودنا على أنه يكون الملاك هالشكل، أن يكون المغارة هالشكل، أن يكون القصة هالشكل. يعني يرسمون يسوع شعره أصفر عيونه زرق وكأنه أوروبي جاي من البلاد الإسكندنافية، بينما هو يمكن كان مشولح مثلنا، حاله من حالنا، كان شعلته الشمس. بس احنا ما متعودين أن نشوف يسوع أسمراني. يعني هي هذا الغراء الأسطوري اللي شوية شوية عاشرناها وتعلمنا عليها. فإذا هالمحاضرات راح تحاول أن تدخلنا شوية في ما وراء الأشياء، ما وراء الأشياء بالضبط. مثل ما لما ناكل، احنا ناكل انواع، ناكل لحوم، فواكه، خضر، زلاطة، ناكلها. عملية الهضم هي فد عملية جدا جدا معقدة، ولو ما نفكر بها، واللي صحته زينة اش ما يقرض يهضم. بس تعرفون هذا الجهاز الهضمي هو فد معجزة، معجزة معجزة. ليه هسه ما كان يعرفون بأنه جهازنا الهضمي عنده دماغ مستقل؟ قبل سنتين ثلاثة اكتشفوا جهاز عصبي هو يشتغل الهضم عندنا، بحيث من كنا صغار ونتعارك على الأكل، الأم تقول سممتم الأكل علي، بطني قامت تجعني. إيش معناته؟ معناته جهاز الهضمي، مرات أكو ناس تاكل نفس الأكل، هذا تجعوا بطنه، هذا يقوم يدق الحائط بوكس يهدوا. ليش؟ أكو مشكلة نقول نفسية. شنو هاي المشكلة النفسية؟ أكو مشكلة بالهضم. مثل ما الجهاز الهضمي يشتغل أو ما يشتغل، وبدينا نعرف أسراره بالضبط للمعلومات اللي تجينا من خارج العتبة، أيضا نقوم نشتغلها في داخلنا. أكو من يفهم، واللي يدري يدري، والما يدري جمشة عدس.
ما دام ما يدري يعني ما يجمعش. هذه المسرحية الحلوة مع مدرسة المشاغبين يقول أنه هذا من يحكي يخربط ما يجمعش. ليش ما يجمعش؟ لأنه من أكل الأكل أجمعه في معدتي وتقوم معدتي تأخذ قرارات، هذا رأسا يصعد على الرأس وهذا يروح للدم وهذا ينزل للأمعاء وهذا أبدا ما غيره الذب برا. أكو فرق كبير بين شيء أكلته وبين شيء طلعته، وين راح بجسمي وأشون راح أنت ما تعرفون. شوية الدكاترة اللي درسوا طب يعرفون أشون قي يشتغل، بس كل شيء ما يعرفون في مسار الهضم. يعني لازلنا احنا في مسار الهضم ترى قليل نعرف، وبدينا نكتشف وبدينا نعرف وبدينا هاي. هسه اللي انا راح اريده بهذا الاسابيع هو شلون نهضم عالمنا، شلون نهضم الاسطورة القصة، وليش بعض القصص الاسطورية تحولت الى قصص قاتلة، فصارت الديانة قاتلة. داعش أشني، داعش ها لاصق أسطوري بدأ يقتل، فلت من إيد الناس اللي كانوا عقلاء. وهي شون فلتوا هذول الشباب؟ فلتوا لأنه اللاصق الأسطوري بالضبط مثل عصر الهضم اللي يصير عندك، إما تتقيا أو يصير عندك إسهال. مجتمع في داخله أكوفت شريحة ما كي تهضم، ما كي تهضم ال خلينا نقول الموروث الأسطوري، موروث القصصي ما كي تهضمه. هي نفس الديانة، الكل يدعي باسم الدين، بس هذا الدين تحول إلى سم. ليش؟ شلون؟ هذا اللي أريد أنا ما وراء العتبة نحاول أن نتأمل بينه، نكتشفه وندخله ونجيبه منه بهاي الأسابيع، حتى أساعدكم على الأقل على تأخذون مسافة، ما يصير تبلع. البلع مو هضم. كثير من الناس من يأكل بس يبلع ما يعلس. أمه تقول له ابني أعلس، لأنه عملية. ليش تقع الأسنان من وقت؟ لأنه بلعنا ما استعملنا أسناننا، فالأسنان تنخر. بالعكس الأسنان شقد ما تستعملوها شقد أحسن، لأنه هي جزء كبير من تفكيك المادة الغذائية حتى لا تتعب المعدة، حتى لا يصير شيء ثقيل على المعدة. نفس الشيء الفكر، الأشياء، الصور، التقاليد اللي تأخذها من الخارج، شيء اللي نعلمه لأولادنا لازم نعلمهم يهضمون. إيش نعلم؟ تفسير، تأويل. بالموصل أكو كلمة حلوة يقول طلع خليني أفسغ دغبي، يعني أفسغ بالمصلاوي تعني أشوف بما فيه المعنى، لأنه ما كل من طلع افتهم ولا كل من شاف دري، واللي يدري ها مو دري، أكو دراية وأكو يندل الطريق. يندل إيش معناته يندل؟ يعني عنده دلالة، عنده علامة يقدر يمشي عليها، عنده مؤشر. شوفوا تاريخ البشرية هو تاريخ هضم، ولهذا راح نتوقف استراحة بعدين نجي على الأسئلة، نشرب فتشي ناخذ راحتنا وإن شاء الله نكمل بعدين إذا هاي، وبالأخير فت قصة صغيرة هم ويوزعوا لكم أوراق هم حتى إذا عندكم أسئلة.
بعد. زين. اوكي. انتم انتبهتم على هاي الكلمات مع نفارق ناس ونقابل ناس؟ يعني يمكن انا اختاريتوها اليوم في عيد الحب لانه كلمة الحب كلمة ممكن تكون سطحية، ها؟ يعني كلمة الحب ممكن تكون سطحية لأنه حب وحكي وبغض وحكي، من أي منطلق أنا راح أحب؟ فهذا الشاعر اللي كتب هاي الكلمات يقول الناس اللي مرون في حياتنا من احنا نتحكم بيهم، نقابل ناس ونفارق ناس والحالة تتغير بين ثانية وثانية، والناس دا جارح ودا مجروح ودا عايش على الماضي. هذا انتقاد للناس اللي يعيشون على الماضي، وأحوالنا دي بتحير ولو نرضى، حتى حلالنا بنزعل ليه، يعني غصب عني أرضى بالحالة اللي احنا قدامنا، واقعيا ما اقدر اغير، الحياة ماشية، الشيخوخة ماشية، كنت شاب صرت كبير بالعمر وراح يجي يوم انا هم يشيلوني. ليش؟ لانه دني ما تدوم الاحد والايام ما مضمونة. الناس القنوعين اللي يرضون بحالهم واللي يعرفون الحلال والحرام، يعني هذا زين هذا مو زين، راح يجي فد يوم نسيبها. ما دام سايبينها سايبينها حنتضايق ونزعل ليه، انت راح تتركيها وانا راح اتركها وكلتنا راح نتركها، وبعد 100 سنة ولا واحد من عندنا ما يكون باقي، فاذا ماكو حاجه نزعل. اذا ايش باقي لنا؟ باقي لنا لا الماضي هو مفيد ولا المستقبل نعرف شيء عنه، باقي لنا هذا الحاضر. دقيقه بص كده حواليك حتلقى الشمس بتنور، تمتع بنور الشمس وفي عز الليل القمر الحلو منور ليك، إلك قينور هذا القمر، الأمل موجود للي يشوفونه، نتفائل ونضحك في غمضة عين، راح تشوف أنه إذا تفائلت الدنيا كلها إلك. إحنا نطيق نضيف على الدنيا ألوان، هذه الألوان نختارها وتنطي لحياتنا فرد شيء جميل. الهموم ما بيها فايدة، ولهذا ما نقدر نعيش بدون هذا التفاؤل. هذا هو السر وراء أنه هاي الأغنية اللي ما بيها موسيقى وما بيها كل شيء ناس دخلوا عليها، يمكن لأنه هيم بحاجة أن يسمعون هذا الكلام البسيط. هذا الكلام البسيط بعد ما راح أجاوب على شوية أسئلة جدي راح أقرأ لكم قصة هي ترجمة لهذه القصيدة. البعض يخاف من عبور عتبة الآخر الصديق أو الرفيق ويضع حدود للعتبات، صحيح صحيح، بالحقيقة كل واحد بالنسبة للآخر هو عتبة، وكثير مرات نخاف من الآخر نخلي مسافة. المسافة ضرورية، مسافة ضرورية. انتم بتعرفون عند الحيوانات المتطورة مثل الكلاب والبزازين يسموها منطقة الصيد، حتى الكلاب والبزازين اللي عايشين بالمدن يحددون مكانهم، ولهذا الكلب من يشوف كلب ينبح علينه، ليش؟ حتى يطلعوا من المسافة الضرورية. ولهذا احنا بحاجة الى مسافة ضرورية، حتى الطفل بحاجة ان تقول له هذا مكانك، هذا كرسي مالك، هاي القازة مالك، هاي المكان مال أغراضك، هذا مكانك. ما يصير نقول له هذه أختك وأخوك خلي يلعب بالأغراض، لا، الطفل مثل الحيوان بحاجة إلى مكان محدد. فلما نجي إحنا نكون حشريين نتداخل بحياة الناس كثير نضوج، غريزيا نضوج أنه من واحد يجي يدخل بحياتي خصوصيتي. يعلمونا من كنا صغار أنه من تدخل على أودة دق الباب، أكو خجل عندنا،
من نظرة الآخر، من اقتحامه لنظرتي، حتى بين الأهل والأولاد، حتى بين الأزواج، أكو فد نوع من الاحترام لهذه الخصوصية. ولهذا العتبة هي وهمية أو هي تخيلية، يرادنا احترمها. يا قلبي بديرة شو كان، أكو قصيدة شعبية يقول الكثر الجيات ملوك حبيبي كل 10 أيام جاية، يعني أنت يوميا سلام عليكم سلام عليكم، الجمعة جتي سلام عليكم، ما تمشي. الناس هم عندها خصوصية تريد هم هي تأخذ راحتها. أكو أغنية لفيروز يمكن تعرفوها، زوروني كل سنة مرة حرام تنسوني بالمرة، يعني لا فد مرة ما تزوروني ولا يومية سلام عليكم. أكو فد توازن بين كل سنة مرة أو حرام تنسوني بالمرة، يعني بني آدم هالشكل هو. فإذا عتبت الآخر إن كان صديق أو رفيق، أصور الحدث هو مقياس المسافة. إذا قعدت بعيد بردي، وإذا اقتربت كثير يفطس. شلون أقيس المسافة؟ هاي بقى كل واحد وحاسة الشم ماله بالعلاقة. أكو ناس تحطهم على الجرح يطيبون، يطيب الجرح، يعني يعرفون المسافة. وأكو ناس خشنين ما يعرفون، فمرات يضطر الواحد أن يهجم أو أن يبعدهم أو يزعل منهم. مثل ما كنت حكيتوه كثير مرات أنه بالموصل كان عندنا مثلا عادات وتقاليد، تناول ابنهم ودينا لهم صوبة، تزوج ابننا طبعا يتذكرون الصوبة، جابوا لنا بانكا، صار لمناسبة أخرى أكثر من البانكا ودينا لهم ثلاجي. الصبحية أو الهدية بين الأقارب راح تصير بيها تصاعد وحساب وكتاب وأش اسمه. فأش يعملون قسم؟ أحسن شيء نمسك النحجي نزعل، يصير مقاطعة، يزعلون حتى هذا المسلسل ينقطع، حتى لا أحد يجيب لي ولا أودي له، كافي. كان عندي فد صديق بكاليفورنيا، رحت عنده قال لي يا أبونا إحنا ضيجين، يعني أنا عندي كثير أصدقاء كل أسبوع يجي لي كرت ما الزواج. إيه من يجي لي كرت ما الزواج يلحقوا لازم مرتي أشتري له فستان جديد، ما يجي تلبس فستان كل لبسته بغير زواج يبين بالكاميرا زين، لازم أصبحهم فد $200 على الأقل، 4 زواجات بالشهر هاي $800، أنا منين عندي؟ فأحسن شيء أزعل نفسي، أمسك لي حجي أزعل. هاي هي العتبة، المقياس مع العتبة بين الناس. ترى الناس تفتهم تعرف، بس شنو القيل والقال والتقاليد والمعرف إيش. ولهذا تشوفون الزعل داخل العوائل كثير لهذه الأسباب. تريدون تعرفون سبب الزعل بين الناس؟ المسافة. شقد أقترب وشقد أبتعد هو هذا المقياس. كيف من الممكن اليوم الخروج من عتبة الذات الانغلاق؟ إيه خوش سؤال، لأنه الانغلاق كآبة، خبزتنا تكفينا وأعيش وما عندي علاقة بالناس، وأنا كن اندقرت وأنا كن أكلتها ومن عمري 7 سنين وقليبي مهموم وإلى آخره من هاي اللغاوي. هذا الانغلاق يمكن أكو ناس يضطرون له، بس أكو مرات تحتاجون الناس، يعني صارفت حادثة صارفت شيء. إحنا المجتمعات مالنا الشرقية خاصة يعني ما نقدر هذه الخصوصية، ولا يعني مثلا هاجروا للخارج وابنهم دخل جامعة، ودخل جامعة بألف ألف شفعات ويريد يأخذ ماجستير،
رحت عندهم يقول لي ما بقى أقدر من الزيارات، كل يوم سلام عليكم جينا نشرب شاي، ها أشوف فلان ما قي ينزل بغرفته قي يدرس، يعني ما أشنو وجهه بوحده ما يغدي يا بقى يدرس قي ياخذ ما يا معود ماجستير يعني ايش الدرس أجاب ايش اسمه، تعال شوف الانتقادات. فأش عمل افطر هذا الولد راح مسك له فتشقة وما قال كل أحد يا صبي حتى يخلص الماجستير مالته ويبتعد عن هذه الحشرية الاجتماعية اللي كثير مرات أكو ناس تخجل تقول وعيب وما عيب وأش اسمه، بس مرات يضطرون. ولهذا أحيانا الانغلاق هو زين إذا أكو غاية، عنده ماجستير عنده دراسة يريد يخلص. أنا أعرف شباب ما كثير اجتماعيين بشبابهم، بس شنو جاب نقش جاب الدكتوراه جاب الشهادة، بعد ما أخذ جناح صار اجتماعي، فتح يعني مثل ورداي تفتحت، بس بالبداية ما قدر يسوي شيء. ليش؟ لأنه كان مثل الشرنقة منغلقة على نفسه، أو مثل الطفل ببطن أمه يكون أضخم جهاز بجسمه يكونه في بطن أمه اللي هو الدماغ. الدماغ يشكل ثلث حجم الطفل، وهذا لازم ينام، لازم يشبع نوم بطن أمه، وبعد ما يولد هم يشبع نوم، لازم الأم تهتم بأنه. ولهذا الطفل لازم ينام 14 ساعة 15 ساعة باليوم، لأنه هذا يكون الدماغ مالته. ولهذا ينرادوا سكوت، ينرادوا لازم البقية يعرفون أنه الطفل لازم ينام. إلا يجي الأب من الشغل ويشوف الطفل نيم أغيد أبوسه، إذا خلينه نيم ما أجي أغيد أبوسه، هذا يعني عنده خصوصية هذا الطفل، يشيله يرقصه يقوم يبكي هذا الطفل، شعشون هذا عصبي على من طلع معبث انت حسسته. يعني حقيقة أكو ناس عندهم يعني عندهم خشونة، حتى من يحبك من حبك لا شاك، لا تلاشيني لا خليني راحتي، خليني في عزلتي، أو في يعني هاي العزلة ما هي دائما انغلاق، هي مسافة أسميها مسافة، بس هاي المسافة جيب الذكاء اللي يفهمها، جيب الشخص اللي يحترمها. يعني الأهل لازم يعلمون الأولاد أنه أكو أوقات ما بس حكي، ما بس صوت، ما بس صياح، أكو أوقات لازم يصير سكوت، لازم يصير يعني راحة الناس، راحة الجيران، ها؟ يعني في خاصة في الساكنين بالشقق السكنية أكو ساعة لازم نسكت ما نصيح. حتى في أوروبا أكو شقق هالقد هي الحيطان هالقد رقيقة ممنوع تسحب سيفون بعد 10 بالليل، سيفون مالماء ما يسحبونه إلى ثاني يوم الصبح في سبيل الناس لا تضايق. هالقد هي شقق خطي بنايات عمارات مال ستينات، كلش ما خوش، ناس مت أهل المدن ما يشبعون نوم. القرى الموجودة على طريق المطارات بيوتها رخيصة، ليش؟ لأن كل دقيقتين تفوت طيارة من فوق قاسم ما يشبعنه. ولهذا الناس إحدى المشاكل الكبرى بالمدن هي عدم النوم، عدم الراحة. زين، السؤال الثالث يقول كيف أكون حارس على عتبة لساني عندما أتعصب؟ هذا بتدريبي نراد له، هذا راح نجي علينا فعلا. برافو صاحب السؤال، يستعمل العتبة على اللسان، اللسان عتبة، اللسان رهيب كعتبة، لأن يعني هو عتبة بين داخلي وبين خارجي. يسوع يسمينه من فضلات القلب يتكلم اللسان، يعني اللسان هو كاشف للموجود في القلب. رح نجي عليها هاي الصورة، أن اللسان هو فعلا العتبة، الكلام جارح أو الكلام يحيي، وبيننا وبين الله ما نعرف إلا بس كلمته. ولهذا نقول في البدء كان الكلمة، يسوع هو عتبة الله، يسوع هو الباب، أنا الباب، أنا الراعي الصالح، أنا الباب، مني يدخل ويخرج. ففعلا خوش سؤال. زين،
أقرأ لكم قصة جبتوها من الهند، رحتوا على الهند قبل شهر. يقول جاءت امرأة في إحدى القرى الهندية إلى أحد الحكماء، وقد سمعت أنه عالم كبير يستطيع حل جميع المشاكل، وطلبت منه أن يعمل لها تعويذة، عمل سحري يسوي لها تعويذة بحيث تجعل زوجها يحبها حبا فتعمى عينه ما يشوف ولا مرة بس هي. أكو يعني يسمونه بالدارج يسمونه كن عملوا له عمل، ها شيء يعني سحر. وكان ذلك الرجل حكيما وعالما بنفسية الناس والعلاقات الزوجية، وكان مربيا حاذقا. فقال للمرأة إنما تطلبينه ليس شيئا سهلا، طلبت شيئا عظيما، هل أنت مستعدة أن تدفعي كل التكاليف لهذا الطلب؟ قالت له يا سيدي أنا مستعدة نعم. قال نبدأ بالطلب الأول، يجب عليك أن تحضري لي عندما تتمكنين شعرة من رقبة الأسد، تروحين على أسد تنتفي لي شعرة من رقبته وتجيبي لي هي ونبدي نشتغل. قالت أسد؟ قال لها نعم. قالت كيف أستطيع أن أخذ شعرة من رقبة الأسد وهذا الأسد حيوان مفترس ولا أضمن أنه يقتلني، يمكن أن يقتلني، هل لديك طريقة أسهل وأكثر أمنا؟ قال الرجل قال أبدا، لا يمكن أن يحبك زوجك إلا إذا جبتي لي شعرة من رقبة الأسد وبعدين نبدي نحقق الهدف مالكي. طلعت المرأة من عنده وتضرب أخماس في أسداس، أشلون أروح على أسد وأنتف شعراي من رقبته؟ فاستشارت صيادين بالغابة يعرفون الأسود، قالوا لا إحنا نعرف أن الأسد ما يأكل البشر إلا إذا جاع، وعليك إذن أن تشبعين الأسد حتى تقدرين تقتربين منه. أخذت بنصيحتهم وذهبت إلى الغابة القريبة وبدت تذب للأسد قطع لحم وتبتعد، وكل يوم تجي تذب له قطعة لحم قطع لحم. شوية شوية الأسد بدأ ينتظرها، يعرف هاي راح تجي تذب له لحمايات، بدأ ينتظرها وتقترب أكثر فأكثر وتذب له اللحم، يأكل اللحم وما بقى يزمجر عليها. وكل مرة كان بحيث تمدد الأسد أدرج ليا وحطت إيده على رقبته وقامت تمسح رقبته وشعر هو بارتياح مثل بزوني الأسد إذا دائما يحب واحد يمسد له، واسترخى الأسد وقدرت بكل هدوء تنتف له شعراي وتركض عند الرجل الحكيم. قالت له هذه هي الشعراي اللي أنت طلبتها، أنا فرحاني وقدرت فعلا إيه. فقلت له ما دام حصلت شعراي من رقبة الأسد هسه راح أقدر أكسب زوجي وزوجي راح يحبني إلى آخره. فسأل الحكيم قال له يا مرة إيش عملتي حتى تنتفين شعراي من رقبة الأسد؟ قلت له هالشكل علموني، ذبيتوا له لحم، روضت الأسد وقدرت أتجاوز طبيعته العنيفة ودخلت إلى قلبه. قال يا بنتي درب قلب الرجل يمر بمعدته أيضا بنفس الصبر ونفس الهداوة والسيطرة على الذات، فإذا
قال له زوجك يخو ما أكثر شرس من الأسد، أنت بقى لازم تأخذينه على مايو، تعملي له أكلات طيبي، وهالشكل يشبع جوعه وراح يصير مثل الأسد متروض وعد أد مثل ما تريدين أنت. ولهذا طبقي الخطة مال الأسد على زوجك وراح تشوفين، وكنا عدكم وجينا.